في ذات السياق أكد السيد ناصر الأهلي عضو مجلس جمعيات رجال الأعمال البحرينية ورئيس لجنة العقار بالجمعية، أكد أن الحزمة الاقتصادية الكبيرة التي قدمتها الحكومة أثناء الجائحة والعودة التدريجية في الأنشطة ساهمت في إنعاش التعاملات العقارية. لا شك أن التداول العقاري أو ارتفاع نسبة التداولات العقارية نقول في الربعين الأخيرين من عام 2020 على الرغم من أزمة كوفيد-19 والتي بسببها يمكن تأثر كثير من القطاعات التجارية والعقارية بصفة خاصة، ولكن يعني يمكن نقول القطاع العقاري لأن اليوم في حاجة للسكن الاجتماعي، في حاجة للمواطن، في حاجة أيضا ماسة يمكن لأكل أغلب سكان البحرين. اليوم عندنا عدد يمكن تفوق 50,000 طلب سكاني موجود، ولا شك أن هذا النجاح يمكن اللي احنا حققناه يعني نقول في فريق البحرين بقيادة سمو ولي عهد حفظ الله يعني في توفير البيئة المناسبة للرجوع التدريجي للقطاعات الاقتصادية، وأيضا الحزمة الاقتصادية الكبيرة يمكن تفوق 4 مليار دينار بحريني. يعني هذه كلها التسهيلات اللي قدمتها الحكومة للقطاعات التجارية والقطاعات يمكن الأخرى يعني كانت فترة يعني خلينا نقول يعني عصيبة بالنسبة لنا، ولكننا الحمد لله الحمد رجعنا بفترة احتراز يعني بعد الفترة الاحترازية يمكن 4 أشهر بعد السماح أيضا للجميع بالعودة تدريجيا إلى العمل وإلى النشاط الموجود في هذه، فكان أغلب المواطنين البحرينيين اللي يبحثون عن عقار أو يبحث عن بيت أو فيلا أو سكن لخاص رجع مرة ثانية للبحث عن العقار نفسه، وهذه ولله الحمد يعني اللي يمكن نقول في الربعين الأخيرين من عام 2020 كان زادت التعاملات العقارية في الأمور. وأيضا لا شك إحنا عندنا في المملكة البحرين جزئية مهمة جدا أن الحكومة المعقرة من خلال برنامجها الحكومي وفرت القطاع العقاري جزء من البرنامج أو الحزمة المالية اللي تخص برنامج السكن الاجتماعي، وهذا البرنامج نفسه تعتبر اليوم محفز رئيسي للقطاع العقاري من خلال توفير القروض الإسكانية المخصصة بالشراكة ما بين وزارة الإسكان وبنك الإسكان والمصارف المحلية.